أفهم منك أستاذ محمد بأن العنوان في أمريكا اليوم قبيل الساعات على تنصيب مخاوف من اغتيال جو بايدن؟ مخاوف من اندلاع عنف شديد، أعتقد من الصعب جو بايدن أن يتم اغتياله، لأن الشرطة السرية هي الحقيقة من تحمي جو بايدن من ساعة ما تم انتخابه. لكن حدوث أحداث عنف هو ما يسعى إليه مناصرين ترامب، لأن هم معتقدين أن الانتخابات تم سرقتها وأن الانتخابات تم تزويرها، رغم أن يعني تم العد اليدوي في كل الولايات اللي هي كانت متأرجحة بين ترامب وبين بايدن، لأنهم كانوا بيشككوا في الماشينز أو الآلات اللي كانت بتعد الأصوات. تم العد اليدوي والنتيجة فضلت زي ما هي، لكن أنصار ترامب حقيقة بيسمعوا لنفس الخطاب اللي بيردده ترامب. رغم كل ذلك ترامب مصر على أن يعني أن هذه الانتخابات تم سرقتها، وبيدعو الناس يعني حتى زعيم الأغلبية الجمهورية اللي هو من أشد مناصرين ترامب ميتش ماكونيل قال النهاردة في خطاب مهم جدا، قال إن العصابات اللي دخلت الكونجرس دي دخلت بإعاز مباشر من الرئيس ترامب، وده تصريح مهم جدا لأنه بيجي من أقرب حلفاء ترامب من نفس الحزب بتاعه اللي هو الحزب الجمهوري. فكل الحقيقة يعني الفترة دي ترامب رافض لهذه نتيجة الانتخابات، ومصمم أنه يعني يفسد هذا المفروض اللي هو العرس الانتخابي والتقاليد الأمريكية، أن رئيس بيسلم رئيس وتداول سلم للسلطة. ترامب رافض كل هذا وبيضرب بالأعراف الأمريكية عرض الحائط، وليس لديه مانع أن تتحول أمريكا إلى بحر من الدماء لمجرد أنه هو خسر هذه الانتخابات.